انت دايره هذا الاعتصام؟ على واحد السيد عنده لي دري صغير عنده 7 سنين. مشيت باش نتبرى منه، انايا كيقلي الفول في الزويقه، ومشيت باش نتبرى منه، بغيت نهضر معاه، هو يقجني وجات مرضو، شداتني مرضو كانت فيا، هو كيضرب فيا بالريش وكاع دقدقني في صحتي، كلشي بقى كيدق فيا. جات لومبيلونس، تغيبت، جات لومبيلونس هزاتني للسبيطار، داوني لبني ملال الغد، عاوتاني جاتني ديك النوبة، صافي فاقدة الوعي. قلت هنا بيوت الشانطي ما عقلاش شنو كندير، هبط لا بريكاد ما عقلاش اش كندير، مشى ليا حتى الصوت مشى ليا. مشيت عاوتاني عندهم، ما داروا معايا حتى حاجة، أنا معتصمة دابا، بغيت حقي، بغيت أنا حقي على راجل كيعد في فينا، هو فينا واحد حقوق المرأة فينا هو. بالنسبة للشهادة الطبية عندك شي شهادة؟ عندي شهادة طبية فيها 35 يوم. 35 يوم حماو عليا هو ومرتو. هاد السيد هذا اللي ضربك هو ومرتو، واش عندك بينا يعني معاه شي؟ عندي معاه حتى عداوة، ما عندي معاه حتى حاجة. دا انت دابا باش كطالبي؟ بغيت نطالب بحقي. هذاك السيد يشوفوا يديروا معاه شي، يتعاقب على داك الشيء اللي دار. حقاش محني انايا كاع تكرفص عليا. ماشي غادي تكرفص عليها، هو غادي يمشي للقيطار، هي راه السنان حيدهم ليها ومضاضرهم طيحهم ليها، طيح ليا السنان صافي، راه اللي جاي مضاضر تاع الشوك غادي يشتف عليا بحال شي حشرة. درتي خلاص ديكلاراسيون عند الجدارمة؟ درت ديكلاراسيون عند الجدارمة، صنتو لي الشواهد الطبية، درت التصاور ديال الدار، صنتو ليا، ما كاين حتى حاجة، من نهار السبت وأنا مريضة. وبالنسبة ل ضرب يعني في الجسم ديالك كامل؟ ضربني للراس، ضربني لجنبي اليسار، يعني الركبة راه عندي تصاور.